الشيبة السبوسي. أسعد الله صباحك يا السبوسي على هذا الفوز، ما زلت مسيطر بالتوقيت الزمني. بدون مشاهدينا الكرام وصول هنا وتقدم ممتاز في هذه اللحظات. تقدمت مشاهدينا الكرام جذاب بن محمد بن علي بن مبارك بن سالم الفراج وغيرت مباشرة إلى المركز الثالث، أما المركز الرابع تصل لمشاهدي الكرام شروط سعد بن طالب بن شريم المري، انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وار الوصول من غرايب مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل المري من يقدم غرايب مع المركز الخامس. سادس المراكز تتقدم هملولة يمعة بن علي برحمة الدرمكي مع المركز السابع، وفي ثامن المراكز وصلت للشاهنية سعيد بن محمد الكليلي انتقل إلى المركز التاسع وراء الوصول والتقدم الممتاز من أعلان راشد بن جابر بن سعيد الاكتبي. أما اللي في المركز العاشر من تصل الشايبة محمد بن علي بن عبد الله الرميثي. ها هو النداء الأول لشوطنا السادس للأبكار المهجنات الأصائل. الإعلان كاملا مكمل، نعود مع البداية، نعود من تغير إلى الصدارة وتأتي مع المقدمة المسك. المسك لمحمد بن حمد بن محمد العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز هملولة يمعة بن علي بن حمد الدرمكي مع المركز الثاني، وفي ثالث المراكز وصلت جذابة محمد بن علي بن مبارك بن سالم الفراج من يقدم جذابة مع المركز الثالث، وفي رابع المراكز الشروط سعد بن طالب بن شريف المري يقدم لنا الشروط مع رابع المراكز، وفي خامس المراكز غرايب مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت المري يقدم غرايب وتأتي مع المركز الخامس، ولكن من تشن الغارة وتغير مباشرة إلى المركز الرابع اللي هي هنا الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي، غيرت مباشرة من المركز السادس إلى المركز الرابع. قدوم مع المركز السادس في هذه اللحظات من الشايبة محمد بن علي بن عبد الله الرميثي، وأيضا تصل هنا وتأتي نجوى غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع المركز السابع في هذه اللحظات. ثامن المراكز من تصل مشاهدينا الكرام اعلان تعود الملكيه راشد. اعلان مشاهدينا الكرام وصول هنا وتقدمت اعلان، اعلان لراشد بن صابر بن سعيد الاكتبي من يقدم لنا اعلان مع المركز التاسع، وفي عاشر المراكز وصول مشاهدينا الكرام هو قدوم في هذه اللحظات من تاتي لمسه محمد بن معيوب بن كدش العامري. ها هو النداء الثاني للمراكز المتقدمه، نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول المسك. المسك هي مسيطرة في مقدمة الشوط، معلن حضوره محمد بن حمد بن محمد العامري مع القيادة والصدارة، هي المسيطرة مع القيادة ومن تتصدر الجميع بهذا الانطلاق المسك محمد بن حمد بن محمد العامري. ثاني المراكز وصول مشاهدينا الكرام من الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي مع ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز الشايبة محمد بن علي بن عبد الله الرميثي مع المركز الثالث. رابع المراكز هملولة يمعة بن علي بن حمد الدرمكي من يقدم هملولة مع رابع المراكز، وفي خامس المراكز من تصل مشاهدينا الكرام جذابة محمد بن علي بن مبارك بن سالم الفراج من يقدم جذابة. وصول وانطلاق هنا من غرايب مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل، يا سلام الاسامي بدات تظهر، الاسامي بدات تصل من الخلف. قدوم هنا وانطلاق من لمس محمد بن معيوب بن كدش العامري، الكل بدا ينطلق، الكل بدا يتوجه، ما تبقى الا لافته ال 1200 متر التي تفصلنا عن خط النهايه. اذا سالتوني على المقدمه انها تاتي المسك، المسك مع الصداره، المسك مع مقدمه الشوط، مسيطره مع بقيه الامور بالقياده والصداره ومع لافته الكيلومتر الاخير. حان موعد الرقص، حان موعد الاتجاه الصحيح والسليم مع الخط المستقيم لخط النهاية مع الكيلومتر الأخير. هنا المسك محمد بن حمد بن محمد العامري، ولكن من تتسلل هنا الشايبة، الشايبة غيرت الأمور لصالح محمد بن علي بن عبد الله الرميثي يقدم الشايبة، غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. المركز الثاني هنا الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي، يا سلام يا ترى لمن الفوز.
الفوز لمن الناموس لمن الانتصار من تاديون المسك مع المركز الثالث محمد بن حمد بن محمد العامري. ولكن القدوم لمسه وصلت لمسه تلمس المراكز المتقدمه. محمد بن معيوف بن كدش العامري واصل بكل قوه بن كدش، ما تبقى الا 500 متر اخيره والمقدمه والصداره الشايبه شايبه الناموس شايبه الفوز في هذا الصباح. محمد بن عني بن عبد الله الرميثي يغادر بهذا الفوز، يغادر بهذا الشوط، يسكن للناموس والانتصار. مشكور يا ابو علي محمد بن علي بن عبد الله الرميثي، اسعد الله صباحك على هذا الفوز والابداع والانتصار. سلام سويحان، سلام منطقه التراث ومدينه التراث سويحان. محمد بن علي بن عبد الله الرميثي، اسعد الله صباحك يا مالك الشايب المركز الثاني. من وصلت مشاهدينا الكرام عشان يسعد بن محمد الكليلي لمسه في ثالث المراكز. محمد بن معيوب بن كدش العامري المركز الرابع، وصلت المسك محمد بن حمد بن محمد العامري. وايضا منتصر مشاهدين الكرام اللي هي الحذافه لعبد الله بن الشيب السبوسي. هو الفوز والابداع والانتصار. نذهب للتوقيت الزمني مشاهدين الكرام، واثناء وصول الشايبه محمد بن علي بن عبد الله الرميثي وفي انتظار التوقيت الزمني مشاهدين الكرام للشايب محمد بن علي بن عبد الله الرميثي. واسعد الله صباحكم يا اهل سويحان على هذا الفوز والابداع والانتصار. وننتظر من المخرج اسام الهواري ان يعطينا التوقيت الزمني، له الشكر والتقدير بطلعت بالفعل الحبسي، هو التوقيت الافضل. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن عبد الله الرميثي. 7 دقائق 41 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية. الشايب محمد بن علي بن عبد الله الرميثي، تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت اللي هي الشاهينية سعيد بن محمد الكليلي. 7 دقائق 45 ثانية، 4 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك مشاهدي الكرام سعيد بن محمد الكليلي، ثالث المراكز لمسه. تهانينا والناموس لمالك لمسه محمد بن معيوب بن كدش العامري. 7 دقائق 48 ثانية، وفاء وتماما. تهانينا والناموس للجميع، ولكن التهنئه لمالك الشابه هي من تسجل التوقيت الافضل والتوقيت المبدع محمد بن علي بن عبد الله الرميثي. اسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس للجميع.